كون شهرة عالمية من صدر الكنافة ونسج علاقة مميزة مع زوار المدينة القديمة المحليين والأجانب اللي صاروا يقصدوا من آخر أصقاع العالم، وصار واحد من أشهر صانعي الكنافة النابلسية الأصيلة بفلسطين، بحيث مش ممكن زيارة نابلس دون تناول كنافة أبو حمدي الشهيرة اللي بتحمل تاريخ فلسطين وحضارة نابلس. شو اللي خلى أبو حمدي أشهر صانع كنافة بنابلس رغم وجود منافسين له بهالمهنة؟ وشو سر كنافته؟ أبو حمدي القدومي أشهر صانع كنافة نابلسية بنابلس، بلشت قصته مع الكنافة والحلويات قبل نحو 50 سنة، اتعلم هالمهنة من والده لما كان عمره 12 سنة، وحسب قوله صار اليوم أقدم حلوانجي بأشهر مدينة فلسطينية بتصنع الكنافة. حلويات الأقصى هو المحل اللي اشتغل فيه أبو حمدي لأكثر من 3 عقود، هو واحد من أقدم محلات الكنافة النابلسية بفلسطين، لكن أبو حمدي كان له خصوصية شهرته وشهرة المحل. بيبدأ بتحضير الكنافة من ساعات الفجر الأولى، حيث الناس بينطروا أول صدر كنافة بالمحل ليبلش أبو حمدي تقطيعه وتوزيعه، وهون بيبدأ عرض الكنافة، لأن أبو حمدي له طريقة خاصة وممتعة للناظرين بتقطيع صدر الكنافة الساخن للزباين، كما أنه وجهه بيتميز بملامح خاصة وعلى رأسه شواربه اللي ما تغير فيهم شيء إلا لونهم على مر السنين. بيلبس مريول الحلوانجي أحياناً، ومرات بيلبس السترة الشامية مع القلنسي والعربية على رأسه ليضيف طابع شعبي أكثر على مهنته. وكان لموقع حلويات الأقصى بنص المدينة القديمة دور كبير بشهرة أبو حمدي، وشكل نقطة وصل وتفاعل مع جميع المارة والسواح، وصار منهم يقصدوا محل الحلويات كرمال أبو حمدي اللي بيتحلى بروح مرحة وقريبة من الناس. فبحكم وجوده من أكثر من 30 سنة بهالمحل، صار يعرف كل الناس اللي بيمرقوا من خان التجار، وهيك عمل أبو حمدي واجهة تسويقية ناجحة لمحل الحلويات اللي بيشتغل فيه. لكن شهرته لأبو حمدي فاقت شهرة المحل، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي. هالعوامل كلها كانت كفيلة بجذب المصورين والأجانب ليصوروه كل سنة بشهر رمضان. كذلك جميع زوار مدينة نابلس بيحرصوا يمرقوا يزوروه وياكلوا من كنافته الطيبة خلال جولتهم، حتى أن الطهاة والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بيقصدوه كمحطة أساسية خلال زيارتهم للمدينة. لكن السر الأكبر لشهرته ولكنافته الشهية موجود بعجنتها، لأن أبو حمدي بينتج فقط الكنافة الناعمة وبيتميز فيها عن باقي صانعي الكنافة بنابلس، وبتختلف عن كل الكنافة المصنوعة بالمدينة وغالبية الناس بميلوا نحوها. جميع مكوناتها مصنوعة يدويا من الصفر. بيحضر أبو حمدي السمنة الجامدة وبيمدها على صدر نحاس كبير، وبيضيف عليها الصبغة الصفراء وبيخلطها، وبيضيف العجينة الناعمة فوق الجبنة النابلسية وبيتركها على النار لتاخد لونها الذهبي، وبيقلبها بصدر أكبر وبيزينها بالفستق الحلبي وبيضيف عليها القطر. وهون بيكونوا الناس مصطفين بالدور قدام المحل، وكل واحد ناطر حصته من صدر الكنافة اللي بيطلع سخن على طاولة العرض بالمحل، وبمجرد وضع الصدر على الطاولة بيخلص بغضون دقائق معدودة. لكن برأي أبو حمدي للكنافة وغيرها من الحلويات سر واحد، هو الإيد وطريقة التحضير. على مدار السنة وبكل الفصول بينتج أبو حمدي الكنافة، إحدى أشهر وأعرق الحلويات بفلسطين، ومعروف عن أهل نابلس حبهم وولعهم بالكنافة، فهي فطورهم اليومي وبيعدوها ببيوتهم وبيقدموها بالمناسبات الفرحة والدينية وأيضا بالأتراح. وبتشتهر نابلس بصناعة الحلويات وعلى رأسها الكنافة النابلسية اللي صارت عالمية وعنوان حضارة المدينة وتراث فلسطين بتتناقله الأجيال. وبعد عقود من صناعة الكنافة بنابلس، فاجأ أبو حمدي محبينه بافتتاح محله الخاص للكنافة بمدينة رام الله السنة الماضية، لكن انهالت عليه طلبات هائلة من محبينه للعودة إلى نابلس، خلته يوعدهم بفتح فرع جديد لمحله هنا. وكانت قصة أبو حمدي قصة فرح.